سبق أحداث هذه المباراة رفض فريق الكهرباء لمشاركة حارس مرمى فريق القاسم باعتباره موظف بوزارة الكهرباء، وعن هذا الموضوع علق الكابتن حيدر عبودي. اقرأوا على الرياضة السلام. يعني الجماهير كلها يعني قولنا التعادل صفق، قول علينا مع العلم قولوا الكهرباء علينا، الجماهير انقلب علينا، قولنا التعادل صاروا يعني جمهور. أنا يعني الجمهور أحب الفريق أوقف وياه مهما يكون، بس هاي شو سوى احنا كل من عقلي. حالة تغيير الحارس بناء جاءت على طلب الجمهور؟ لا لا بالعكس، احنا قبل اول ثاني جول ردنا نبدل الحارس، لان احنا الحارس تعرف، لان حتى انا اقول لك جمنا تهديد للحارس محمد كاظم، لان هو يعني منتسب ما اعرف نادي الكهرباء، بان وظيفته او منها شفال، هذا اللي ترددنا من عده، فهاي مو رياضه اعتبرها، لان ما طول لاعب موظف بمؤسسة ما يلعب وياها فيهددوه بهذا الشيء، فهذا اعتقد رياضة، خلينا نقرأ رياضة السلام ان شاء الله.